بعدنا مكملين معكم أعزائي المشاهدين، ومعنا أخصائية التغذية ريمي سماحة بهالفقرة. بدي أرجع أذكركم كيفية التواصل معنا، كتير سهلة، فيكم تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإذا كنتم حابين تطرحوا أسئلتكم مباشرة على ضيوفنا ما لكم إلا الاتصال على الأرقام اللي عم تمرق بأسفل الشاشة. وإذا كنتم حابين تحضروا هالحلقة أو حلقات سابقة من صحتك بالدنيا كمان فيكم تحضروها على اللينك اللي عم يمرق بأسفل الشاشة. مرة جديدة بدي أرحب فيك ريمي. رمي، تصغير المعدة، الأشخاص اللائمين بتصغير المعدة هل لهم نظام غذائي معين خلال شهر رمضان؟ أكيد. هلأ في شغلة اللي كتير مهمة اللي بدي نوه عليها، بعد ما الشخص يعمل العملية عم بحط كتير ستريس على حاله. يعني نحن أول شيء العملية بحد ذاتها الشخص بعد منها في مراحل معينة رح نحكي عنهم خلال الحلقة كيف لازم ياكل. فأنا بفضل شخصيا الشخص يختار يعمل هيدي العملية، خاصة هي منا عملية طارئة، هي عملية بتساعده لخسارة الوزن بطريقة سريعة، نحن نتجنب مشاكل الصحية معقول الشخص يكون معرض لها، أو أوريدي إذا كان عنده في عمليات كمان بتخفف منهم. بس أنا بفضل تنعمل العملية بعد شهر رمضان، لأنه نحن كثير مهم الشخص يكون هايدريتد ويل هايدريتد، أو ما يتعرض للجفاف إذا كان بده يصوم او بده يقلب نهاره وليله، لانه كثير صعب يكون عم بحط مجهود كثير كبير على حاله. بما انه منا عمليه طارئه من المستحب اكثر تنعمل بعد شهر رمضان. ليه؟ خلينا نحكي شوي عن المراحل لحتى نعرف ليه ما لازم تنعمل خلال أكيد. شهر اول رمضان. ما بيكون الشخص بنرجع نذكر اخذ قرار يعمل هيدي العمليه، بده يكون هو عم بيوعد حاله لانه نمط حياته لمدى الحياه بده يتغير. واصعب فتره اذا بدنا هي اول شهر، لانه اول شهر خاصه المريض بعد ما يخلص العمليه بنشوف بالمستشفى بيكون على كلير ليكويدز، اول السوائل البلا لون بتكون المستشفى هي عم تأمن له اياهم. بعدين من النهار الثالث لنهار تقريبا النهار الثاني للثالث عفوا بده يكون على الليكويد دايت، هون ببلشوا يفوتوا له مرقه الدجاج، اكيد البلا ملح، بفوتوا له الجيلاتين الدايت كمان بدون سكر. هون بعدنا المضاف بالمستشفى، هون اكيد بيكون بعده المريض بالمستشفى. واهم شيء على طول نتذكر انه لازم المريض يكون عم ياخذ قصص كونسنتريتد بالبروتين، يعني نسبه البروتين بتكون عاليه، تقريبا ما ناخذ 75 جرام من البروتين بنهار، وهذا الشيء منه سهل كثير للمريض يكون عم بياخذها. نحن مثل ما الطبيب ذكر قبل تقريبا من 70 ل 85% من حجم المعده عم تتصغر، يعني المعده ما بقى بتساع كثير، وشوي شوي حتى المريض يقدر يتقبل القصص. حتى بالاول نتجنب نهائيا البهارات حتى ما نزعج المعده. اوكي، سو اول شيء قلنا بننقل من ليكويد دايت بنرجع ننقل للسيمي سوليد او البيوريه، الاكل البيوريه. اهم شيء كمان المريض يكون جاب على بيته البلندر او الخلاط الالي، كثير مهم يقطع الاكل اللي بدنا ناخده يتصفى مزبوط ما يكون في بقلبه سترينز، وبعد منه بنحطه على البلندر. ومثل ما ذكرنا كمان نرجع نشدد نتجنب الملح، نتجنب السكر نهائيا بهيدي الفتره، حتى النشويات بنكون نحن شوي بعاد عنه. اوكي، ببلشوا بيقدروا يفوتوا ساعة الحليب البلا دسم، اللبن بلا دسم، والكميه اللي عم بيقدروا ياخذوها هي بالفعل كميه كثير ضئيله، يعني نص كوب لثلاث ارباع الكوب بهيدي المرحله عم نحكي نحن، كون بلشنا فتنا من ثالث نهار لاسبوعين حسب كل مريض عن مريض شوي بتفرق. فالكميه كثير صغيره بتقسم خلال النهار، مش هيك بكون شوي صعب على الشخص اذا كان بده يصوم ما يتعرض للجفاف. وبذات الوقت نحن بهيدي المرحله هي كثير مهم الشخص يكون عم ياخذ الماكسيموم غذاء. نحن مزبوط بنخسر وزن بطريقه سريعه، بس بدنا جسمنا يستفيد الماكسيموم غذاء. بعدين بننتقل للسوفت فودز، هون المريض كمان بكون اكيد صار ببيته. السوفت فودز بنبلش نحن فينا نهرسهم بالشوكه، هون بنبلش نقدر كمان نفوت العدس، سوب العدس بنقدر كمان نفوت، الموزه بنقدر كمان نفوتها، نبلش كمان نهرسها بالشوكه كمان. سوري، الموزه بتتفوت كمان بالبيوريت فود. نعم. بذات الوقت، بس هون بنصير نفوت اكثر شوي شوي من النشويات او البروتين يلي موجود كمان بالعدس. بس بالاجمال لازم على طول على طول كل وجبه يبلشوا فيها تكون غنيه بالبروتين. اول شيء بياخذوا البروتين تبعهم، بعدنا عم نحكي بكميه كثير صغيره، هون وصلنا لحديت ال1 كب بالوجبه، يعني كوب واحد اللي هو كثير صغير. هون نحن بنشوف في عندنا البروتين شيك، هل نحكي كمان كيف لازم ينقوها. هيدي بتاخذ مع المريض اللي بعد العمليه بتاخده تقريبا 4 ساعات تيخلصها، هيدي 150 ملي، يعني اكيد لازم يكون عم ياخذها بطريقه كثير على مهله. لازم على طول يبلش الوجبه بالبروتين، من البروتين ينتقل على الفيجيتابلز او الخضار، بعدين الفواكه ان اخذنا عصير التفاح الغير محلي بنقدر ناخده او حتى الموزه. اوكي، وبعد منه فينا نحن ساعتها نفوت الكومبلكس كاربوهيدرات او النشويات الكامله القمح. نعم. وبعد الشهر تقريبا، هلا هون تفرق من مريض لمريض، ببلشوا يفوتوا الاكل الطبيعي، بس كمان عم نحكي بكميه كثير صغيره.
نعم. إذا كان له المريض عامل العملية يمكن أكثر من 6 أشهر أو لسنة وأجا شهر رمضان، هون شو لازم يعمل؟ هلا نحن على طول، بس لنرجع ننوه على الاشخاص اللي بعدهم عاملين العمليه، كثير مهم يضلهم هايدريتد، يعني يشربوا مي كثير منيح، بس اكيد ياخذوا المي مش بوقت الوجبه تبعهم، لازم تكون قبل بربع ساعه من الوجبه او بعد 30 دقيقه من بعد الوجبه، حتى المي ما يسع كل كميه سوري الستومك تبعنا، مثل ما قلنا انه هي العضله صارت كثير صغيره ما بتسع كميه كثير كبيره، فبعد منها صاروا تقريبا مثل الشخص الطبيعي بيقدروا يصوموا. اوكي، بس اهم شغله يكونوا عم ياخذوا بروتين سبلمنتيشن حتى هن يساعدوا على حفاظ العضل تبعهم. بالسوق بنلاقي كثير بروتين سبلمنتيشنز، بس هو المستحب الاكثر يكونوا عم ياخذوا البروتين سبلمنتيشن الغني اكثر شيء بالبروتين او الايزوليت، في كثير منه موجود بالسوق على يعني كذا نكهه. كيف يعني وقت يقصدوا مثلا محل متخصص شو بيطلبوا؟ متخصص للمواد الغذائيه، المكملات الغذائيه عفوا، فيهم يسالون للايزوليت، في الايزوفلكس، في كذا براند بيكون موجود. اهم شيء يكون خفيف بالسكر، مثلا الايزوليت بيكون مثلا هيدا السكوب نحن استعملناه هون، هي السكوب 30 جرام فيها 27 جرام من البروتين، خاليه من السكر وخاليه من الدهون. والاهم شيء كمان اللي لازم كمان ننوه هون انه المريض اللي بيكون عامل العمليه التيست بادز تبعهم بتتغير، يعني القصص اللي كانوا يحبوها يمكن صار يحبوا قصص جديده، فعطول لازم يجربوا. في ناس كمان اذا كانت لاكتوز انتولرنت او ما بتقدر تهضم اللاكتوز فيها كمان تلتجئ للسبلمنتيشن الخالي من اللاكتوز. وخاصة بفترة رمضان كتير مهم على وقت السحور ياخذوا البروتين سبلمنتيشن يلي بطيئة بتفوت على الجسم بطريقة كتير بطيئة مثل الكاسيين. نعم، خلينا نبدأ بالإفطار، يعني وقت نكون صايمين كل النهار ويصير وقت الإفطار، هون شو لازم يعمل؟ أهم شغلة لازم نذكر لكل الناس والاشخاص اللي عاملين العمليه انه يتجنبوا العصير، العصير فيه وحدات حراريه وعم نلتجئ لقصص فيها سكر عاليه، فعلى اكيد نحن نجرب نتجنبهم قد ما بنقدر، لازم مثل الشخص الطبيعي يبلش بالصلاه تبعه، نحن عم نحكي بس هون نرجع ننوه لبعد 3 ل6 اشهر، اوكي؟ بيقدروا يبلشوا بالصلاه تبعهم، اكيد يكون كميه الزيت المحطوطه معتدله، يتجنبوا المقالي نهائيا، مثل ما ذكرنا نمط حياه الشخص بدها تتغير، يعني ما بقى فينا ناكل مقالي اكل سريع الفاست فود او يلي يعني هي. يعني شو بتنصحينا على الافطار تكون الوجبه؟ هلا شو اهم شيء مثل ما كان ذكر الطبيب ما نكون مادين السفره كلها، لانه ساعتها هون بيزيدوا المغريات وهنا كثير. وهون لازم ناخذ المكملات الغذائيه. المكمل الغذائي ساعتها اضبط شيء وقت السحور ساعتها بياخذوها، ساعتها كمان في المكملات الغذائيه بتفوت على الجسم بطريقه بطيئه، ساعتها بكون هن عم بغذوا العضله خلال النوم تبعهم. نعم. خلال هو 8 ساعات. عندك نصيحة أخيرة للمشاهدين؟ أهم شيء الأشخاص اللي بدهم يعملوا العملية يتذكروا على طول إنه نمط حياتهم بده يتغير، ما يغشوا العملية، في كثير من الأشخاص تسمعيهم بياكلوا شوكولا بيدوبوها بتمهم، أكيد هيدا الشيء هون عم بحاربوا الأسباب يلي ليه هن عملوا العملية، وأهم شيء ما يقفوا ولا وجبة، خاصة مثل ما ذكرنا بالبداية بده يكونوا عم ياكلوا تقريبا كل ساعة أو كل ساعة ونص أو يلي هي، على طول يدعموا الأكل بالبروتين، يكون في البروتين موجود على الطبق تبعهم، وما يقفوا الوجبة، لأنه إذا قفوا الوجبة بصيروا بدهم يلقمشوا البسكويت والشوكولا يلي نحن اكيد مش بحاجه لهم. نعم، بدي اتشكر وجودك ميسي. معنا ريمي. مشاهدينا بدي اذكركم مره جديده كيفيه التواصل معنا، كثير سهله، فيكم تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي او فيكم كمان تتصلوا فينا على الارقام اللي عم تمرق باسفل الشاشه. فاصل اخير ورجعنا.